جديد كيف يا جماعة؟ رجاء العالميات والعالم رئيس الجمهورية أنه اليوم باش يسحب الأنظار على النتائج الهزيلة والحضور معناها الضئيل والضعيف لمعناها الانتخابات في الدور الأول والثاني، وباش يسحب الأنظار على الفشل الذريع في كل الخيارات الاقتصادية وتداعيات اللي وصل لها المجتمع التونسي. وعلاش الاتحاد مستهدف في تلك الفترة؟ يريدون تمرير الإصلاحات الموجعة اللي تحدثوا عليها فمني دائما وأبدا. في الإصلاحات الموجعة يلزم له الرأي العام بترهات فارغة ويجر معناها فهمني يقول لهم اني هاو سبب البلاء هو الاتحاد العام التونسي للشغل. ماريتوش يا سي سيف.